موجودين بمشفى دمشق لنساوي طبقي محوري ومرنان للأطفال اللي ترشحوا لزراعة الحلزون. طبعا احنا هذه الدراسة الشعاعية ضرورية جدا لتقرير انه هذا الطفل ممكن يصل له عملية زراعة حلزون ولا لا. نحن عندنا 7 أطفال ترشحوا لزراعة الحلزون، طفلين صاروا هي دراسة الأسبوع الماضي، وعندنا 3 أطفال اليوم وطفلين بكرة إن شاء الله، هيك بيكون المجموع 7. طبعا هدول الأطفال هيترشحوا للبرنامج الوطني لكشف التدخل المبكر نقص السم عند حديثي الولادة. إجراءات اليوم هي تصوير طبقي محوري ومرنان للأطفال اللي ترشحوا لزراعة الحلزون، لتصل لهم دراسة شعاعية لتقرير هذا الطفل عم يصل له زراعة حلزون ولا لا، وتحاليل دموية، وهي تحاليل دموية بسيطة CBC وزمرة الدم وزمرة التخثر. أهم رسالة إنه أي طفل عندكم بده يروح ياخذ لقاح قبل الشهر الأول، إنه مفروض يعمل اختبار المسح السمعي. هو اختبار آمن مجاني سهل متوفر بالمراكز الصحية، ما بيكلف وسريع، يعني خلال 10 دقائق أنتم بتطمنوا على طفلكم. لا سمح الله إذا الطفل في مشكلة يعني ما اجتاز الاختبار حيتحول لمراكز الاستقصاء، وهنيك حيعمل له اختبارات معقدة أكثر، حيتقرر إذا الطفل عنده نقص سمع ولا لا. وإذا تقرر إنه عنده نقص سمع حيمكن التدخل عليه مجانا، مثل تركيب سماعات او لا سمح الله اذا وصلنا لزراعه الحلزون. فالرحله هي كلها حتكون مجانيه، بس بشرط انه يجيبوا لنا الطفل قبل عمر الشهر. شفت المشكله عنده من الوقت ما كان عمره 10 ايام، انه انتبهنا عليه انه من طرقه الباب او كذا اصوات عاليه انه ما ينقذ ابني. عملوا له اختبار سمعي وتخطيط، فطلع عندهم انه الولد ما بيسمع، فعطوه مهله انه يحط سماعات، حط كمان انه حطوا له سماعات، ما استفاد على السماعات ابدا، ضلت المعالجه عندهم يعني والتخطيط وكل شيء عندهم، وهن يتابعوا ويعالجوا يعني خطوه بخطوه، لحتى بالاخر انه فقدوا الامل من السماعات وصار بده عمليه زرع الحلزون. الله لا يضر حدا ولا يمتحن حدا هيك امتحان لاي طفل، وانه لازم كل ام تنتبه على ابنها من وقت ما هو صغير يعني عشان تلحقه هو وصغير فورا وتعمله العمليه. انا الحمد لله انه كثير مبسوطه يعني انه تيسرت امور ابني وقربت عمليته، انه راح يصير يسمع، يعني هذا شعور طبعا كثير حلو، يعني انه ما في فقدان امل ابدا، يعني بالعكس ان عطونا امل يعني انه الولد راح يصير يسمع. عملوا اول شيء انه فحص جزء دماغ وبين هالشيء انه بده حلزون، يعني والله امل لا يوصف، يعني انه فرحت يعني انه ان شاء الله راح تجرى العمليه وراح يصير يسمع، راح يكون غير ان شاء الله.